رفعنا حمام مائي على النار، أضفنا كوبين من الشوكولاتة مع نصف كوب من الزبدة، ذابوا مع سوا، أضفنا كوبين من التمر المنزوع النوى والمقطع إلى مكعبات صغيرة مع نصف كوب من الفستق حلبي، فردناهم بصينية، بردناهم وبعدين منقطعهم ومنقدمهم بهالشكل. كوبين شوكولاتة، نصف كوب من الزبدة، نصف كوب فستق حلبي أو أي نوع من المكسرات المتوفرة، أي نوع. تمام، أي نوع من المكسرات المتوفرة. يلا، على حمام مائي موجود عندي، بضيف أول شيء الزبدة، بسم الله، ومنضيف كمان يا حبايبنا الشوكولاتة، بنذوب كوبين شوكولاتة مع نص كوب من الزبدة على حمام مائي. انتبهوا ما بدنا نسخن كثير حتى ما تفرط معي، لأنه أكثر من 45 درجة مئوية للشوكولاتة تتغير خواصها، وبالتالي انتبهوا على الموضوع. للناس اللي بتذوب شوكولاتة بالمايكروويف، ذوبوها على دفعات كل مثلا 20 ثانية وشيكوا عليها، لأنه بديش يعني إذا انطبخت كثير أكثر من 45 تتغير خواص الشوكولاتة. تمام، انت فاهم شيء؟ لا طبعا فاهم، اكيد راح تصير بشكل اخر يعني، بس بطل شوكولاته. ايوه، شو بتصير؟ بتصير مرقه شوكولاته. يا ريت يا ريت هيك. لا يعني طبعا درجه الحراره وهذا بتاثر طبعا على اي، مش عارف انا اللي بتكلم فيه ايه، لكن هو يصبح في التالي يعني غير صحيح. على طول بدت عندي ذوب الشوكولاته لانه على حمام مائي على بان ماري، وبالتالي اموري كويسه. بمجرد ذابت فورا برفعها وراح اضيف ما تبقى من المواد. طبعا دائما نسبه الشوكولاته للتمر لازم تكون متساويه، كوبين شوكولاته كوبين تمر. التمر هون طبعا انا مشتري تمر من النوع الفخم، من النوع الكويس والطري، وطبعا فيكم تستخدموا اي نوع تمر. طبعا شايل البذر تبعه وفارمه، منزوع النواه، منزوع النواه، هيو نعم، مجهول، نعم مجهول، وليس مجهول، مجهول مجهول، نعم. هي أنا طفيت عليها النار، ما بدي كثير يعني مي إنها تكون عم تغلي كثير، لأنه خلص ها ذابت، ما في خوف. شايفة بطاها طلع هون. الزبدة كثير مهمة لما تسووا هالنوع من الحلويات. تمام، ليش؟ بخلي قوامها كيف انت لما اكلت حبه متماسكه وفيها صح يعني عليك يا اخي مصطلحات اليوم، متماسكه وهشه يا اخي المصطلحات اليوم. مش طبيعي، مش طبيعي. نعم صحيح. ذوبنا الشوكولاته حبايبنا مع الزبده، شوفوا كيف صارت، طلعوا تاخذ العقل. بنضيف التمر، هاي التمر، وبنضيف المكسرات، اي نوع بدكم اياه، شو عندكم متوفر بنقول يا رب. بنضيف الشوكولاتة وين؟ في صينية حتطلع أنا ورقة زبدة مشان ما تلزق معي لما تجمد، لأن يعني الشوكولاتة هاي بالآخر راح تجمد. هاي شوكولاتة لأنه ذوبتها راح ترجع لحالتها الطبيعية. هون بدنا ندخلها على الثلاجة ونتركها تقريبا ساعتين زمان، بنطلعها وبنقطعها مكعبات أو مربعات، وتقدم مع فنجان القهوة، والله روعة منها.